السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا جايبة لكم فكرة جميلة قوي، يا رب تعجبكم. هي الفكرة عبارة عن إيه، هنعمل النهاردة مع بعض طبق حلو. طبق حلو ده طبق غريب شوية. إيه، احنا هنعمل بطاطا. طبعا البطاطا عارفين ان هي كلنا بنعملها بطريقة المسلوق او المشوي، النهاردة انا هعملها بطريقة جديدة ان شاء الله. يا رب الفكرة تعجبكم ولادكم باذن الله يحبوها كويس جدا. إيه، خليكم معايا نشوف ايه المقادير. طبعا انا المقادير معايا، انا معايا كيلو بطاطا مقطعه. بالظبط انا اقطعها قطع مكعبات او على حسب، هي كده طبيعي هتتسلق فهتتحسب براحتك، عايزه تقطعيها تقطعي، بس انا بقطعها عشان ما تاخدش سوا وقت كتير. تاني حاجه انا معايا معلقتين سمنه بلدي، براحتك برضو، حبه البلدي زي ما انا عاملها تمام، مش حباها ممكن نستبدلها سمن نباتي حسب راحتك انت. ومعايا كوب من جوز الهند المبشور الناعم، حبة الخشن برضو، بس انا بحبة الناعم لان الناعم مش بيبان قوي زي الخشن. بعد كده نص كوباية سكر، مش ناعم ولا حاجة. طيب دي بس المقادير اللي عندي، يعني ان شاء الله هنعمل طبق حلو وجميل جدا جدا، شوفوه معايا وهيعجبكم بإذن الله. مكوناته بسيطة جدا جدا، موجودة متوفرة في كل بيت، خاصة اليومين دول لأن احنا عارفين البطاطا متوفرة بكثرة جدا اليومين دول، ده الموسم بتاعها. فخليكم معايا نشوف الطريقة، يلا بينا. بيبي انا اول حاجة هعملها معاكم اهوت، انا جبت الحلة بتاعتي، هسلق فيها البطاطا منتهى السهولة. طب المية اللي انا هحطها، انا هحط المية بالظبط البطاطا اقل من مستوى البطاطا، يعني يدوبك البطاطا باينه منها حاجه بسيطه بس. طبعا ليه انا بقول لكم المعلومه دي؟ لان انا هفضل اسيبها على النار لغايه ما هي هتشرب ميتها، هي هتتسلق كويس جدا، عايزاها مهروسه قوي خلاص. فانا هسلقها كويس قوي قوي لغايه ما الميه تتشرب، وبرده هوريكم ان شاء الله لكم معايا لما الميه تتشرب نشوف هتبقى عامله ازاي، ونهرسها ونكمل مع بعض. خليكم معايا. شايفين كده يا حبايبي؟ طبعا واضح خالص اهو، شايفين المية اتشربت خالص من البطاطا. طبعا انا خلاص كده، هي مجرد فاضل لها ثواني، انا من اول ما هي اتشرب خالص انا محتاجة انها تكون كده. طبعا هرسها بالهراسة بتاعتي كويس جدا، بعد كده هوريكم ان شاء الله هنعمل فيها ايه. خليكم معايا. شايفين يا حبايبي؟ انا هنا كده هرستها كويس جدا جدا جدا، هي بقت كده ما شاء الله تمام، ما فيش اي حاجه خالص. هعمل ايه بقى؟ انا هجيب كده السمنه بتاعتي وهضيف عليها معلقتي، يعني انا مش هحط الكميه كلها، انا هاخد بس جزء بسيط عايزه احطه على الوش، هقلبها طبعا في بعضها كلها كده، وبعدين هوريكم هنعمل ايه. حبيبي قسمت الكمية نصها هنا وهقسم نصها التاني اهوت. انا هجيب ايه؟ انا هجيب صينية هدهنها بسمنة وهحط النص الكمية الاول هنا وهوريكم هنعمل ايه. حبيبي انا خلاص حطيت نص الكمية اللي كنت قلت لكم عليها اللي هي بتاعت البطاطا في الصينية اللي هي مدهونة السمنة بتاعتي، حطيت عليها السكر، كمية سكر نص كوباية السكر، وحط عليها دلوقتي كوباية جوز الهند، خلصهم. وبعدين بعد ما احط جوز الهند هنحط الكمية التانية. انا اهوت حطيت جوز الهند الكمية بتاعتي اللي هي كوباية جوز الهند، هبدأ بقى احط الجزء التاني على الصينية واسويه، وبعد كده ادخله الفرن وبرده اكمل معاك. بس كده خلصت يا حبايبي، انا وزعت الكمية اللي كانت فاضلة. هجيب بقى اللي هو الجزء بتاع اللي كنا قلنا عليه، احنا حطينا معلقة واحدة كده بس على البطاطا وهي مهروسة، هكمل بقى الكمية اللي انا كنت حاطاها اللي قلت عليهم المعلقتين. انا هعمل ايه؟ انا هجيبها كده وايه، واحطها على الوش وادخلها الفرن. طيب انا هدخلها الفرن فين؟ على الرف الاولاني لمدة ربع ساعة بس، بعد كده هطلعها واحطها تحت الشواية لمدة مجرد بس وشها ما هياخد له تمام، حسب طبعا كل واحد حسب درجة حرارة الفرن، عشان كده مش هقدر اقول الوقت بالظبط، بس هو ده بس الايه الكمية اللي احنا هنبقى عارفين خلاص. طيب بعد كده تطلع ان شاء الله من الفرن هوريها لكم، خليكم معايا.
طبعا هي انا طلعتها من الفرن، هي خدت بالظبط معايا 10 دقايق في الفرن، ما خدش اكتر من كده لان كنت انا مشغله الفرن مسخنه قبلها. خدت بالظبط 3 دقايق تحت الشوايه، ما شاء الله طلع تحفه. طبعا انتي هتستني اوعي تقطعيها وهي سخنه، لا لازم نستنى عليها تهدى شويه عشان ما تتفرفتش مني، سيبها تهدى شويه. حابه ان انتي تحطيها في التلاجة تاكليها كحلويات ساقعه، تبقى جميلة طبعا عشان الصيف وكده. انا بستنى ان هي هتكون ان شاء الله، انا هسيبها في التلاجة لمدة ساعتين وبعدين هقطعها واوريكم لما اقطعها ان شاء الله تبقى شكلها عامل ازاي. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، واتمنى انها تكون فكرة بسيطة وسهلة وتجديد علشان ما بقاش كروتين اكل البطاطا هو الطبيعي اللي احنا عارفينه. وخليكم معايا عشان نشوف تبقى شكلها عامل ازاي. انا خلاص هي طلعتها من التلاجة عندي زي ما قلت لكم، استنيت عليها وقطعتها عندي اهيت، فانا هاخدها بالظبط اهي زي ما هي كده، حطها اهيت في العلبة عندي. اهي كده طبعا هي ما شاء الله جميلة جدا، ولما بتكون ساقعة بتكون اجمل. طبعا استني اهيت، انا عايزة اوريكم بس كده سنة، انا عايزة اوريكم ان شاء الله جوز الهند مش باين فيها من جوه خالص، انها ساحت في وسطها وتبقى بس تحس بالطعم اللي ما بيحبوش جوز الهند او الاطفال اللي مش عايزين يشوفوها يعني. ان شاء الله شايفين اهيت جميلة جدا جدا جدا. وهنا برضو عندي قطع اهيت جميلة، ويا رب تكون باينة لحضراتكم في اجزاء منها حسب، طبعا جميلة جدا. انا ممكن عشان تقطع منتهى السهولة اهي، وبتبقى ما شاء الله طعمها تحفة. يا رب الفكرة تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، دعموني بلايك. شكرا، دمتم في رعاية الله، مع السلامة.